يهمنا هنا ما الفرق بين الحيض والاستحاضة. والفرق بين الحيض والاستحاضة من المسائل الدقيقة حتى أشكل على الصحابة، فإن حمنا رضي الله عنها أشكل عليها هذا الأمر. وفي صحيح مسلم أنه لما خبروا بحديث فاطمة رضي الله عنها قال الراوي: ليت أم هشام علمت بذلك، فإنها كانت تمكث أياما تبكي تترك الصلاة. فدل على أن التمييز بين الحيض والاستحاضة من المسائل المشكلة. ويمكن التمييز بين الحيض والاستحاضة بعلامات. أول هذه العلامات بالصفة، أي بصفة الدم الذي يخرج. وقد ذكروا أن الحيض يعرف بثلاث علامات: بلونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. دليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، بمعنى أن بعض الرواة ضبطه بيعرف. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن دم الحيض دم أسود، يدلنا على الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باعتبار اللون، وسأفصله بعد قليل. والأمر الثاني في قوله يعرف من العرف، وهو الرائحة، فإن للحيض رائحة مغايرة لحيض الاستحاضة، فإن للحيض رائحة تعرفه المرأة في جسدها. والأمر الثالث في قوله يعرف، أي أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له. هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات التي تستطيع المرأة أن تميز بين دم الحيض من غيره باعتبار الصفة. أرجع للعلامة الأولى منها. العلامة الأولى قلنا إنها اللون. العلماء يقولون إن للحيض أربعة ألوان: السواد والحمرة والكدرة والصفرة. وكل هذه الألوان الأربع تسمى ألوان حيض. فكل ما يخرج من المرأة ليس متصفا بواحد من هذه الأمور الأربعة الألوان فإنه يسمى لا يسمى حيضا مطلقا، لا نسميه استحاضة لأنه ليس دما، لا نسميه دما بالكلية. هذا واحد. ثانيا، هذه الألوان الأربع إذا اجتمع القوي والضعيف معا، ولم تكن المرأة معتادة، فإن القوي هو الحيض والضعيف استحاضة. فلو خرج حمرة مع كدرة فالكدرة استحاضة والحمرة حيض. ولو خرج سواد مع صفرة فالسواد هو القوي والصفرة هو الضعيف، لأن ترتيبها بالقوة: السواد ثم الحمرة ثم الكدرة ثم الصفرة. عندما نقول السواد ليس المقصود به الأسود القاني الكاتم، وإنما المقصود به الحمرة الشديدة. وإذا قالوا الحمرة المراد بها الحمرة الخفيفة تسمى الزهري، يعني ألوان الزهرية الفاتحة. والكدرة هي البني، والصفرة هي الصفرة اللون الأصفر لاختلاط الدم القليل مع إفرازات المرأة. هذا الأمر الأول، وهو باعتبار أوصاف الدم: لونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. الأمر الثاني المهم الذي تميز به المرأة الحيض من الاستحاضة ما يتعلق بالعادة. فإن المرأة إذا كانت معتادة وانقضت عدتها وانقضت عادتها، فإن الدم الذي يخرج بعد ذلك يكون دم استحاضة في الغالب. وقلت في الغالب لأنه بعد أن يتكرر امتداد الحيض أكثر من مرة نحكم بأن الزائد يكون حيضا، لأن المرأة فقدت عادتها بتكرر الزيادة عليه. صورة ذلك: امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض ستة أيام، في شهر من الشهور امتد بها الحيض ثمانية أيام، نقول إن حيضك الستة الأولى فقط دون الثلاثة الباقية. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمكثي قدر حيضتك. فقوله أمكثي قدر حيضتك أي مدة العادة التي اعتدتيها. العلامة الثالثة باعتبار مقادير الحيض الغالب والأقل والأكثر. فقال العلماء: إن كل دم يمتد أكثر من أكثر مدة الحيض فليس بدم حيض، لأن المرأة إذا خرج دمها أكثر من
أكثر من 15 يوما فإننا نجزم أن ما زاد عن أكثر مدة الحيض فليس بحيض، إذ أكثر حيض المرأة 15 يوما. من أين أخذنا ذلك؟ لدليلين. الدليل الأول: تمكث شطر دهرها لا تصلي، هذا يدل إن ثبت على أن شطر الدهر هو شطر الشهر وهو نصف السنة. والأمر الثاني أن العلماء عندهم قاعدة أن الأكثر هو ما زاد على النصف، فإذا مكثت المرأة أكثر من نصف الشهر بأن زادت على 15 يوما فقد مكثت أكثر شهرها وهي حائض، والأكثر يأخذ حكم الكل، فكأنها حاضت الشهر كله، فلا بد أن يكون النصف فما نقص. العلامة الثانية باعتبار مدد الحيض أننا نقول أن المرأة إذا رأت دما ولم يصل إلى أقل الحيض فليس بحيض، فلو رأت نقطا ثم انقطع فليس بحيض، بل لا بد أن يستمر بها يوما وليلة، إذ أقل الحيض في قول كثير من أهل العلم أنه يوم وليلة. العلامة الثالثة باعتبار مدد الحيض باعتبار أقل الطهر، فالعلماء يقولون لقضاء علي رضي الله عنه أن أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، فلو أن امرأة تمت عادتها ثم أتاها دم قبل انقضاء 13 يوما بلياليهن فنقول إن هذا الدم الذي خرج منها هو دم استحاضة وليس دم حيض، لأنه جاء في وقت الطهر ولم يأتي في وقت الحيض. ثم بعد ذلك نقول إذا كانت المرأة فاقدة للعادة والتمييز فليس لها عادة ولا تمييز، فإنها تمكث غالب حيض نسائها 6 أو 7 أيام كما جاء في حديث حمنة رضي الله عنها. هذه القواعد على سبيل الإجمال هي التي تضبط باب الحيض إذا عرفتها مع تفصيلها المورود في كتب الفقهاء، فتستطيع أن تميز الحيض من غيره.